ولازم أقول من هنا إحنا بنعلن دعواتنا ودعمنا وتضامننا مع أحمد سعيد الإعلامي اللي اتعرض هو وأسرته لحادث سيارة غريب. لأن سيارة تخبط ناس على الرصيف. يعني مش طبيعي. وهو مصاب إصابات يعني كبيرة، كسور ومسامير، وهيتعالج بره. وانا قريت له يعني تويته بيقول فيها انه بيشكر النادي الاهلي، بيشكر معالي تركي آل الشيخ لانه مهتموا بيه، وان هم يعني بيحتووه في هذه الازمه وبيطمنوه على علاجه. كل الدعم والمؤازره للزميل العزيز في ظرفه، والحمد لله ان اولاده واسرته بخير. ألف سلامة على الزميل أحمد سعيد، وإن شاء الله تكون فيها تحقيقات تكشف عن هذا الجاني. هو حدث، هو بيقول لك العربية جريت، حتى أنا مندهش ما لحقوش ياخدوا أرقامها ولا أي حاجة. ربما اتخذت أرقامها، وفي يعني تعرف في الحوادث اللي زي دي ما بيتقالش كل المعلومات حرصا على سلامة التحقيقات يعني. ربنا معاه، وربنا يظهر الحق والحقيقة إن شاء الله.